IOM المنظمة الدولية للهجرة تعمل على ضمان حصول الأشخاص المتضررين من الأزمات على الحماية والمساعدة. عندما نفعل ذلك، فنحن نتبع مبادئ المنظمة الدولية للهجرة المتعلقة بالعمل الإنساني. هناك العديد من السياقات المختلفة التي تحتاج الاستجابة الإنسانية، مثل الكوارث الطبيعية التي تعتبر سبباً لتنقلات السكان بشكل متزايد، أو الكوارث التي هي من صنع الإنسان، مثل الصراعات أو العنف واسع النطاق الذي يمكن أن يتسبب في التشرد، والتي هي في أغلب الأحيان صراعات تتحول إلى حالات طويلة الأمد. وأخيراً، يبدو أن مسألة تدفق موجات المهاجرين على نطاق واسع يمكن أن تؤدي إلى إحداث أزمات. أن السمة المشتركة لكل هذه الأزمات هي أنها تولد تنقلات سكانية معقدة، وقد أطلق المنظمة الدولية للهجرة مصطلح أزمة الهجرة لتوصيف هذا الواقع. يشمل السكان المتضررون الأشخاص المشردين والمهاجرين والمجتمعات المتضررة. في كثير من الأحيان يكون هؤلاء الناس أكثر عرضة للإهمال والتمييز وسوء المعاملة والاستغلال. لذلك فإن الحماية في صميم العمل الإنساني للمنظمة الدولية للهجرة. لتقديم مساعدة أفضل وحماية للمحتاجين، نحن ملتزمون بالمبادئ الإنسانية الأساسية. الحياد. إذا ما اتخذ العاملون في المجال الإنساني مواقف منحازة، فإن ذلك يشكل خطراً على مهمتهم، ويهدد فقدانهم القدرة على الوصول إلى السكان المحتاجين. الاستقلالية. لنكون قادرين على تنفيذ مهمتنا، يجب علينا أن نكون مستقلين عن التأثير السياسي أو المالي. عدم التحيز. لا يمكن أن يكون هناك أي تمييز من أي نوع كان في مجال العمل الإنساني، حيث أن الحاجة فقط هي من تحدد من الذي يحصل على المساعدة. يجب على استجاباتنا أن تعطي الأولوية للفئات الأكثر ضعف دون أي اعتبار للجنس أو السن أو الطبقة الاجتماعية أو الدين أو الانتماء العرقي. الحياد والاستقلال وعدم التحيز يساعدا على ضمان تمسكنا بمبدأ الإنسانية. إنها تساعد على ضمان أن نتمكن حتى في أصعب الظروف من احترام الواجب الإنساني في إنقاذ الأرواح والحد من المعاناة البشرية. نحن نعلم أنها وحدها الاستجابة الإنسانية التي تسعى لتمكين الناس وتأهيلهم للعيش بكرامة، ستجعل المجتمعات قادرة على مواجهة الصعاب. هذا ما نفعله عندما نقوم بتوفير الحماية والمساعدة الإنسانية. لكن الاستجابة للأزمات لا تتوقف عند العمل الإنساني، فالتداخلات الانتقالية والتنموية على المدى الطويل تعتبر ضرورية إذا أردنا أن نحل تدريجياً حالات النزوح. نحن مسؤولون أمام السكان المتضررين من خلال ضمان مشاركتهم ومعالجة شكواهم، ونحن أيضاً مسؤولون أمام الدول المعنية والجهات المانحة واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التي تنسق بين الشركاء في المجال الإنساني. دعونا لا ننسى أننا لا نعمل بصفة منفردة. نحن نتعامل مع كل أولئك الذين يمكن أن يساعدوا في إحداث الفرق: السلطات المحلية، منظمات المجتمع المدني الدولية أو الوطنية، القطاع الخاص، منظمات الشتات أو الأوساط الأكاديمية. لكننا نعمل بهذه الطريقة بناء على مبادئ الشراكة. لمعرفة المزيد حول مبادئ المنظمة الدولية للهجرة المتعلقة بالعمل الإنساني، يرجى زيارة موقعنا